اشتغلت في مجال الرسم من 10 سنين، كنت شغال في مجال الدعايه والاعلان، اكتشفت ان انا عندي الموهبه ومن هنا بدا معايا المشوار. في البدايه انا قعدت مع نفسي وفكرت وقلت هعمل ايه علشان اوصل رساله للجمهور المصري بالجرافيت اللي انا هعمله. رسمت مؤمن زكريا بناء على ان انا اصلا برسم الرسومات بناء عن الناس اللي بتطلب مني الرسومات وانا بلبي الرغبات. اخذ معايا التصميم 3 ايام علشان افكر هجمع ايه في التصميم، عاوز اوصل رساله. عملت ايه؟ فكرت في أكبر ناديين ليهم جمهور في مصر، اللي هو نادي الأهلي ونادي الزمالك، لأن طبعاً دول النوادي لها جمهور كبير. قلت أجيب النوادي وأعملها خلفية للصورة بحيث إن إحنا نجمع في الجرافيتي النوادي. الموضوع ما بقاش معانا كروي، الموضوع تحول معانا بقى عامة الشعب. أنت كأهلاوي، أنت كزملكاوي، أي نادي في مصر بيدعم مؤمن زكريا، لأن مؤمن طبعاً حد غال علينا وعلى قلوبنا كلنا، وواجب علينا كمصريين ان احنا ندعمه. وطبعا المؤمن منصاب، وانت يا مؤمن ربنا بيحبك علشان كده ابتلاك. فكرت وقلت هعمل حاجه زي دي توصل لقلوب الناس. قعدت نفذت التصميم، بعد ما نفذته بعد 3 ايام تنفيذ التصميم اخذ معايا 5 ايام تنفيذ علشان ادرب الالوان وتطلع بالشكل اللي موجود في الرسم دلوقتي. انا دربت الالوان علشان تطلع رسمه 3 دي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الوقت ده بياخد مجهود جدا، بس انا كنت مبسوط جدا 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 وانا برسم الرسم. الموضوع ما بقاش على مستوى مصر برضو، الموضوع وصل اوروبا. محمد صلاح طبعا في الموتوشا بنشوفه بيدعم مؤمن زكريا وبيعمل حركه مؤمن زكريا، ودي حاجه طبعا. ومحمد صلاح وابطالنا طبعا كلهم اللي محترفين بره بيدعموا مؤمن زكريا، ودي حاجه بجد بتشرف بلدنا وباذن الله تفرق معاه كتير جدا، واي حاجه احنا بنعملها بتفرق مع مؤمن. وبسطت جدا جدا طبعا لما عرفت ان الكاف اختار مؤمن يكون سفير لنهائي دور الابطال، دي حاجه بجد بسطتني جدا. عاوز اقول لك يا مؤمن ان احنا بنوصل لك رساله بالجرافيتي ده، كلنا في ظهرك وباذن الله بندعي لك، وربنا يومك بالسلامه. انت تقدر.